زين الافارقه الراجل ده حطهم يعني في جيبه الصغير. اوتوبونج هيروح فين من وائل جمعه؟ لكن اوتوبونج خطير يا جماعه، هنشوف ونتابع. سلامات محمد شوقي، حسدناك ولا ايه؟ وقلنا الراجل رجع واصبح دور مهم جدا ومؤثر، يعني النادي الاهلي بيفضل مشكله صغيره ومشكله بسيطه جدا ويرجع تاني كلاعب مؤثر في النادي الاهلي. وادي سعيود صاحب المهاره وصاحب طبعا القدرات العاليه والفنيات العاليه، اللاعب امير سعيود. ادي الكوره وادي الهدف. يا سلام يا ولد يا ولد يا وائل يا جمعه. والراجل طبعا يعني بي 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 بيخبط على قلبه كده، قلب طبعا قلب الاسد ده، هو قلب الاسد ده وائل جمعه ده.